معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من أثينا دبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق الراوي. مرحبا بك دكتور فاروق معنا. مشاهدي قناة المراقبين، حياك الله. لا تكاد دكتور فاروق تصدر قائمة أو أي تصنيف دولي بشأن أي جانب من جوانب الحياة إلا ويكون العراق في ترتيب متأخر فيه. يعني إجمالا، ما الذي أوصل الأمور في العراق إلى هذه الحال؟ للأسف هذا ليس بشيء جديد. احنا يعني إذا نريد نرجع إلى الوراء من 2003 ولحد الآن، يعني من بداية الهدف الأساسي كان لبول بريمر هو تدمير العراق، وتدمير العراق اجى عبر قرارات اتخذها بول بريمر، ومن هذه القرارات بدأت عملية التراجع في كل المستويات، يعني قرار حل الجيش العراقي، قرار اجتثاث البعث، حينما اجتث البعث ليس فقط حارب البعث وإنما حارب الدولة بكاملها، لأن يعني كانوا المشمولين أكثر من 300,000 إنسان، وذول كلهم ما بين أستاذ جامعي، ما بين طبيب، ما بين استثني القيادات العليا بالحزب، خليها تكون بحدود ال 500 600 واحد او 700 او 1000، ولكن الاخرين اللي هم خبرات يستفاد منها مؤسسات الدوله. نعم. فهذه الخبرات عندما ابعدت عن الدوله وجيء اذا نجي نستعرض ما شكلته الولايات المتحده الامريكيه، سواء كان من مجلس الحكم الى الجمعيه الوطنيه الى اول برلمان، نشوف يعني يلاحظ انه من خلال استئزار عناصر بحياته ما مستلمه دوله بمؤسسه، بحياته ما مشتغله في دائره من الدوله، ولذلك انعكس التراجع في كل المؤسسات، في مؤسسات التعليم اول شيء، هو التعليم كان يمكن العصب الاساسي اللي تعرض الى الضربه الكبيره، لانه غالبية أساتذة الجامعة شملوا بالإقصاء والتهميش وغادروا العراق معظمهم. بعد التعليم، الصحة نفس الشيء، الصناعة نفس الشيء، يعني يمكن الوزارة الوحيدة اللي حاولوا حفظوا كم خبير دي هي وزارة النفط، ولغاية في نفس يعقوب، ليس لمصلحة العراق وإنما لتمشية أمورهم. هذا جرى خلال المرحلة الأولى لما كان الأمريكان هم المتنفذين. بعد 2010 للأسف استمر التراجع وبشكل أكبر، لأن يعني أصبح رئيس الوزراء نور المالكي اللي هو ما بحياته ما استلم وظيفة إدارية، هو رئيس السلطة التنفيذية وكان أعلى من السلطة التشريعية لأنه هو يملك الكتلة الأكبر. هذا هو، وبدت عملية زرع العوائل في مؤسسات الدولة. نعم. إذن الفساد أيضا دول. ليس نعم. عدم الكفاية والكفاءة. العراق البلد الغني بثرواته دكتور فاروق، بثرواته الطبيعية، في ذيل قائمة من 80 دولة من حيث النفوذ الاقتصادي ومستوى المعيشة. هل الحرب على الإرهاب هذه الحجة هي التي تسببت بإهدار موارد الدولة، أم أن السياسات الاقتصادية لها دور في ذلك؟ لا، الحقيقة هي مو فقط السياسة، مو الحرب على الإرهاب ولا السياسة الاقتصادية. لا. سياسة الإنفاق الغير مبرمج، يعني عندما يجي عضو البرلمان يكلف الدولة هكذا مبلغ وحمايات، ونفس الشيء رئيس الوزراء، يعني نرجع إلى ميزانية 2014 اللي هي 114 مليار، اختفت هذه الميزانية بالكامل، ما إلها تبويب، ما إلها اي، يعني المساله مو فقط مساله اقتصاديه، المساله مساله هو بالاساس هو لتدمير العراق، هو بالاساس وضع شله غير بالمكان الغير مناسب لتدمير العراق. في هذا السياق ايضا دكتور فاروق، نعم. كيف ترى تمسك شركاء هذه العملية السياسية بأن يكون العراق الحديقة الخلفية لإيران برغم العقوبات الأمريكية على طهران؟ هو نرجع إلى، يعني هو كلها هي سلسلة مرتبطة واحدة بالأخرى، لأنه أمريكا عرفت أنه الأساس لتدمير العراق هو من خلال زرع عناصر تابعة إلى إيران، أولا للاستفادة من إثارة النعرات الطائفية وإشعال المنطقة بحرب طائفية، وهذا انعكس في سوريا ليس في العراق فقط،
وإنما في سوريا واليمن وتصعيد النزاعات الطائفية في البحرين وفي أكثر من منطقة. نعم. مضاف إلى ذلك أنه العناصر اللي كانت تابعة إلى إيران وكانت جنود تقاتل جيشنا العراقي في إيران هي أصبحت على سدة السلطة في العراق، فبالتأكيد هم مجبورين سواء كانوا بإرادتهم أو غير إرادتهم نتيجة النفوذ الإيراني ونتيجة اعتناقهم لنظرية الولي، أنا ما أقول الفقيه وإنما تسمح لي أقول نظرية الولي السفيه، لأنه لا يمكن هذا أن يكون بمثابة فقيه، هذا الإنسان المحتوه اللي لحد الآن ساهم في تدمير أكثر من 3 دول عربية. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق الراوي.